هو مخالفة الآن لفئة الفريق المكسيكي. مخالفة لفئة الفريق المكسيكي. 11 لاعب تاع الفريق القومي التونسي موجودين داخل منطقة الجزاء تبع الفريق القومي التونسي. 7 مدافعين باش يتصدوا للمخالفة. باش نفذها كيلار، نفذها كيلار. ضربت في غميز ورجعت. دوناتوري، دوناتوري قدام مجبالي. والحكم يعلن عن ضربة جزاء ضد الفريق التونسي باعتبار ان الكرة لمست في دين جبالي. لمسة اليد كانت عفوية والحكم ما ترددش حتى لحظة باش يعلن عن ضربة الجزاء. ضربة جزاء لفريق الفريق المكسيكي باش نفذها ايالا قائد الفريق. باسكيل ارتورو ايالا هذا اسمه الكامل. حكم جوردان ثبت الكرة وضربة الجزاء الان. يتقدم باسكيل والهدف. هدف مقابل صفر لفريق المكسيكي. هدف جاء في اللحظات الاخيرة من هذا الشوط الاول. وحقيقة بدون محاولة الدفاع في القوم التونسي ظن شفتوا الشوط الاول هذايا. اذا ما حيش نوازل الكرة وجدوا بها خلال رجحها. إذا دبيلا تبقى بيتني بخلال الكرة تمشي عمر جبالي. جبالي للاقربي. هجوم لتونس. الاقربي. محمد الاقربي. قدمه باسكيز ولا طارق. الاقربي. الكعبي. يخرب الكعبي. Let's kick off!